فالإنسان الذي يسير على طريق الأنبياء الله سبحانه وتعالى يؤتيه في الدنيا حسنة ويجعله في الآخرة من الصالحين، هذا طريق مضمون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا الطريق مضمون في اليوم الآخر، في القيامة، إذا قامت القيامة، إذا بعث الله سبحانه وتعالى الخلق يجعلك من الصالحين، أي لك المراتب العالية في الجنة بحسب ما الله سبحانه وتعالى يقدر لك في هذه المراتب.